بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. أتحفنا فضيلة الإمام الخطيب وفقه الله لهذه الخطبة المباركة التي تذكرنا بنعمة الإسلام والحث على التمسك به والحذر مما يصرف عن الإسلام أو يبعدنا عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله أعزنا بالإسلام، إن الله أعزنا بالإسلام، فلا يجوز لنا أن نفتخر بغيره. فمن ابتغى العز بغير الإسلام أذله الله. نعم، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله، هكذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، أنتم تعلمون، تقرؤون في التاريخ حالة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل مجيء هذا الدين العظيم، تجدون العرب أذل الأحياء على الأرض، وكانوا مستذلين لدولتين عظيمتين، دولة فارس والروم، وكانوا فيما بينهم متناحرين، متباغضين، متقاتلين، لا يهدأ لهم بال ولا يقر لهم قرار، وكانوا من أفقر الأمم وأذل الشعوب. فلما جاء الله، فلما بعث الله هذا الرسول وجاء بهذا الدين تغيرت الحال، فصار العرب الذين آمنوا به وتمسكوا به صاروا سادة العالم في المشارق والمغارب، وهذا في خلال سنوات معدودة. تغير الحال في خلال سنوات معدودة، ليست قروناً. ما الذي غير العرب هذا التغيير العظيم؟ قلبهم من كونهم مستذلين مستعبدين إلى كونهم سادة للعالم في العلم وفي السياسة وفي الثروة، إلا هذا الدين العظيم. ولهذا يذكرهم الله بهذه النعمة فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالله جل وعلا ذكرنا: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لجميع المؤمنين في كل زمان ومكان بهذه النعمة العظيمة، ويحث على التمسك بها
والثبات عليها. إن أعداءنا من الكفار والمنافقين لم يسكتوا على هذا، بل يريدون أن يزعزعوا هذا الإسلام وأن يردوا المسلمين عن دينهم مهما استطاعوا. في كل زمان ومكان المنافقون والكفار يكيدون للإسلام والمسلمين، ولا يخفى عليكم ذلك، لا يخفى عليكم ما يجري الآن من الكفار من الخارج والمنافقين من الداخل، من زعزعة هذا الإسلام وصرف الناس عنه. قال الله جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وودوا لو تكفرون. هذه سيرة الكفار مع الإسلام، يحاولون زعزعته ونقضه وإخراج الناس منه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. نعم، إذا رجع الناس إلى الافتخار بالقبائل والأنساب واحتقار الآخرين عادت الجاهلية، عادت الجاهلية، لأن هذه مقومات الجاهلية، منها الفخر بالقبائل والفخر بالأنساب. المؤمنون إخوة من أي قبيلة ومن أي لون ومن أي جنس، المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذه صفة المجتمع المسلم وصفة المسلمين. لا يتنابزون بالألقاب ولا يفتخرون بالأنساب. ما نفع أبا جهل وأبا لهب أنهما من قريش، فأبو جهل من بني مخزوم من قريش، وأبو لهب من بني هاشم أشرف العرب، ما نفعهم ذلك. ولا ضر بلالا الحبشي وسلمان الفارسي وصهيبا الرومي، ما ضرهم أنهم ليسوا من العرب، صاروا سادات المسلمين. ما الذي رفعهم؟ هل هو النسب؟ هل هو المال؟ لا، الذي رفعهم هو الإسلام. ما الذي أذل أبا لهب ومعه النسب، وأذل أبا جهل ومعه النسب العربي الصميم؟ الذي أذلهم هو الكفر.
فلنتبصر يا عباد الله. اقرأوا سورة الحجرات من أولها إلى آخرها، كلها في هذا الموضوع، كلها تعالج رد العصبيات والقوميات والنعرات، وتريد من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة لا فرق بين عربيهم وعجميهم ولا بين أسودهم وأبيضهم، كلهم إخوة إلا بالتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. كلكم لآدم، وآدم من تراب. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فلا شرف إلا بالتقوى. وأما الأنساب والأموال فإنها تذهب وتزول، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلنتذكر هذا، ولا يلعب علينا أعداؤنا ويفرق بيننا بالعصبيات والجاهليات والقبليات، كلنا إخوة، كلنا أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هكذا يكون المسلمون، ولا يلتفتون إلى الجاهلية التي أنقذهم الله منها، لا يلتفتون إليها. وليعلموا أن أعداءهم يحوكون لهم الدسائس ويريدون أن يفرقوا جماعتهم وأن يمزقوا صفهم وأن يعيدوهم إلى الجاهلية حتى يفترسوهم كما افترسوهم قبل الإسلام. فلنتق الله أيها الإخوة، لنترك العصبيات والقبليات والمفاخرات والتمادح في الأنساب. كلنا ولله الحمد أخوة في الإسلام، نحن أخوة في الإسلام ليس في النسب. أخوك هو أخوك في الإسلام، من أي قبيلة ومن أي لون ومن أي أمة هو أخوك. وأما الكافر فليس أخا لك ولو كان أباك أو ابنك. انظروا إلى نوح وابنه عليه الصلاة والسلام. نوح أول الرسل، ابنه كافر، ابنه كافر، ما نفعه نوح عليه السلام لما لم يهده الله. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أبوه كافر في النار، ولما لم يهده الله لم ينفعه ابنه الذي هو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأقاربه؟ قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله
لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا أعلنها صلى الله عليه وسلم. فلندع هذه الدسائس التي تدس علينا من الأعداء ويروجها ضعاف الإيمان ويروجها المنافقون الذين يكيدون للإسلام من قديم الزمان. لنتق الله ولنرجع إلى رشدنا ولنتناصح ولنتحاذر من أعدائنا ودسائسهم ومكرهم. والله سبحانه وتعالى وعدنا أن ينصرنا وأن يحمينا إذا تمسكنا بديننا. فالله جل وعلا مع المؤمنين دائماً وأبداً، ومع المتقين ومع المحسنين. وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئاً، لا يضركم كيدهم شيئاً، تكفل الله لنا بذلك. لكن أين التقوى وأين الصبر؟ السبب من عندنا والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لمعالي الشيخ هذا البيان وهذا التعليق الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. معالي الشيخ سائل يسأل يقول: كيف يمكننا استغلال العولمة والانفجار المعرفي الحاصل في هذا الزمان لتقوية الصلة بين أبناء المسلمين؟ نأخذ من هذه الدنيا ما أباح الله، نأخذ ما أباح الله لنا ونستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نأخذ ما يضرنا أو يثلم ديننا، بل نرفضه ونتركه بأي اسم سمي، سمي عولمة، سمي حضارة، سمي تقدماً، سمي رقياً، إلى آخر ما يقولون. نحن لا نلتفت إلا إلى الحقائق ولا نلتفت إلى الأسماء، الحقائق هي المقصودة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ابتلينا في هذه الأيام بفتاوى غير منضبطة ولم يراعى فيها الحق والراجح ولا المصلحة والمفسدة، فهل يا فضيلة الشيخ من ضبط لقضية الفتوى؟ وهل من ردود علمية قوية من غير تجريح ولا سب ولا شتاب، وحفظ لأهل العلم والفضل فضلهم؟ الله جل وعلا أخبر أن الاختلاف سيحصل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالذين لم يختلفوا هم الذين رحمهم الله، أما المختلفون فإنهم خرجوا من رحمة الله على حسب اختلافهم، منهم المقل ومنهم المستكثر. ثم بيّن لنا ماذا نفعل عند الاختلاف. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا حصل نزاع في الفتوى، في المذاهب، في الأقوال، في الخصومات، فإننا نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. من الذي يعرف الحكم الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله؟ هم العلماء،
هم العلماء، نرجع إليهم ونأخذ بقولهم ولا نلتفت إلى قول المتعالمين والجهال والمنافقين، بل نرجع إلى أهل العلم وأهل التقى وأهل الخشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، فنرجع إلى ورثة الأنبياء ولا نرجع إلى المتعالمين والمنافقين والمدعين للعلم، نرفض أقوالهم ولا نقيم لها وزناً. والله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأولي الأمر المراد بهم ولاة الأمور والعلماء، ولاة الأمور والعلماء، ولاة الأمور يرجع إليهم في أمور السياسة، والعلماء يرجع إليهم في أمور الشرع وأمور الدين، بهذا تستقيم الأحوال وينتظم الأمر ويتلاشى النزاع ويخسر المنافقون ودعاة الضلال. نعم. فضيلة الشيخ، يقصر بعض الناس في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن هذا فضول أو أن هذا تدخل في الحرية الشخصية أو بحجة عدم التعرض للإيذاء، فما توجيه فضيلتكم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام عند جماعة من أهل العلم، والله أمر به: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو تدخل واجب لأجل النصيحة وإنقاذ الناس من الشر، هو تدخل واجب ونصيحة. أرأيتم لو أن حريقاً شب في بعض البيوت أو بعض المتاجر، هل نقف ونسكت ونقول ما هذا تدخل، أو نبادر بإخماد الحريق وإنقاذ الأموال والأنفس؟ المعاصي والذنوب أشد من الحريق يا عباد الله، أشد والله من الحريق، لأنها تحرق الدين. فالواجب على العلماء وعلى رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يبادروا بهذا. والحرية ليست على إطلاقها، الحرية في الشر ممنوعة، وليست حرية، هذه عبودية للشر وللشيطان. أما الحرية في الخير هذه مطلوبة. نعم. يقول: نحن في بلدنا تكثر لدينا الأضرحة والقبور، فيطوف الناس بها ويتبركون بأصحابها، بل ويسألونهم المدد والعون، ويعتقدون أن لهم تصرفات في الكون، فهل من نصيحة حيال هذا المنكر العظيم؟ هذا الذي يحصل في بعض البلاد من عبادة غير الله إنما هو لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعدم وجود العلماء الذين هم علماء على الحقيقة، الذين يخشون الله. ولا في علماء لكن لا يخشون الله، وإنما يؤثرون حظوظهم الدنيوية ووظائفهم ومكاسبهم ومكانتهم عند الناس، ولا ينكرون المنكر، يرون الناس يعبدون غير الله ولا ينكرون عليهم ولا يبينون لهم. هؤلاء خونة والعياذ بالله. فهذا الذي يحصل عندكم إنما هو من تقصير ولاتكم وعلمائكم، فعليكم أن تنصحوهم أن يتقوا الله سبحانه
وأن يقوموا بواجبهم. نعم. يقول: ذهبت إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ثم طفت ولم أسعى، فما الحكم؟ باق عليك السعي، أنت باقي على إحرامك، باق على إحرامك، فتعود إلى مكة وتسعى وتقصر من رأسك أو تحلق، وبذلك تكمل عمرتك. أما إذا لم ترجع فإنك لا تزال محرماً، لا تزال محرماً، وعليك العمرة في ذمتك الواجبة، لأن الحج والعمرة إذا أحرم بهما المسلم وجبا عليه، وإن كان قبل أن يحرم بهما ليس واجبين، ولكن إذا أحرم بهما وجب عليه إتمامهما. وأتم الحج والعمرة لله، فمن فرض فيها أن الحج فرض يعني أحرم سماه فرضاً لأنه إذا أحرم به وجب عليه ولو كان في الأول نافلة. نعم. يقول شيخنا الفاضل: نريد من سماحتكم كلمة عن منكرات الزواج. لا شك أن الجهلة والمنافقين وضعاف الإيمان ينتهزون الحفلات والمناسبات ليمارسوا شهواتهم وأهواءهم، وقد يندس بينهم من المنافقين من يريد الشر، فعليكم أن تتقوا الله في حفلاتكم وزواجاتكم. أنتم مسلمون، عليكم بتقوى الله وشكر نعمته والانضباط بآداب الإسلام. لا تعتبروا حفلات الزواج مجالاً للسفة وتمكن الفساق من العبث، خذوا على أيديهم واضبطوهم. نعم. سؤالي يا شيخ: رجل اشترك في جمعية المال فجمع المال فالمال لا يزيد ولا ينقص، وإذا حال عليه الحول هل يجب عليه الزكاة وبعد سنتين يتم الاستلام، علماً بأنه يسلم 600 ريال في كل شهر؟ نعم، إذا حال الحول فالمسلم يزكي كل ما عنده من المال سواء كان نقوداً أو بضائع للبيع، بضائع يعرضها للبيع، أو عنده نقود أو ديون على الناس، يحصي الجميع ويخرج زكاته كل سنة. نعم. ما حكم التطيب بطيب به نسبة من الكحول؟ إذا ثبت أن فيه نسبة من الكحول يعني الخمر، الكحول هي الخمر، إذا ثبت أن فيه نسبة ولو قليلة من الخمر فإنه يحرم عليه استعماله. الله جل وعلا قال: فاجتنبوه، قال في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فيجتنب الخمر قليله وكثيره سواء في الطيب أو في الأكل أو في الشرب، يبتعد عن الخمر لأنه رجس من عمل الشيطان خبيث. نعم. ما حكم زكاة الذهب الغير ملبوس؟ إذا كان ينوى للقنية وحفظ المال فإنه يزكى لأنه ذهب أو فضة يزكى، أما إذا كان يعد للبس والاستعمال فهذا جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنمى والتجارة وإنما أعد للاستعمال. نعم. فضيلة الشيخ، هل السحر حقيقة أم أنه تخيلات عن الناس؟ وهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع رجاءنا لفضيلتكم بيان حكم السحر وحكم الذهاب إليهم وإلى الكهان والعرافين. السحر كفر مخرج عن الملة، لأن الله جل وعلا ذكر أن السحر من عمل اليهود ومن عمل الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال عن اليهود:
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني السحر، لأن الشياطين سخرت لسليمان عليه السلام، لكن كان عندها سحر، كان عندها سحر. الله جل وعلا أخبر أن السحر من عمل الشياطين، وأنها تعلم الناس السحر، وأن تعلمه وتعليمه كفر بالله عز وجل، فلا يجوز السحر لا تعلماً ولا تعليماً ولا علاجاً، ما يستعمل للعلاج. الله جل وعلا ما أنزل داءً إلا أنزل له دواءً، علمه من علمه وجهله من جهله، والسحر ليس علاجاً ولا دواءً، لأنه كفر وضرر، فيجب اجتنابه والابتعاد عنه، وهو شرك. من سحر فقد أشرك، من سحر فقد أشرك، ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، فيجتنب السحر ويحذر منه ومن أهله. وهو على نوعين: سحر حقيقي وهو عقد ونفث، نفاثات في العقد، عقد ونفث من الساحر، واعتقاد يستعين بالشيطان، ينفث ويعقد الخيوط ويستعين بالشياطين، فهو هذا الحقيقي، هذا يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويحدث العداوة بين الناس. والنوع الثاني تخييلي، وهو القمرة. تعرفون القمرة التي تجعل الأشياء على غير حقيقتها، تقلب الأشياء على غير حقيقتها أمام العيون، تسحر العيون، كما قال جل وعلا في قوم فرعون: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهذا سحر القمرة والتخييل، وهذا محرم، وهو داخل في السحر الأكبر الذي هو السحر الحقيقي. فالواجب على المسلمين أن يتجنبوا السحر بنوعيه: الحقيقي والتخييلي. نعم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره يهودي يقال له لبيد ابن الأعصم، فأرسل الله عليه سبحانه وتعالى إليه جبرائيل، أرسل إليه ملكين ورقياه بسورة الإخلاص والمعوذتين، فشفاه الله سبحانه وتعالى ودله على مكان السحر، لأن الساحر أخفاه في مكان دله الله عليه، فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه من استخرجه وأحرقه وأتلفه. فعلاج السحر يكون بالقرآن والأدعية، ويكون بإتلاف السحر إذا عثر عليه، هذا علاجه، ولا يعالج بسحر مثله. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا العلاج بالكفر، لأن السحر كفر. نعم. يقول: رجل مسافر ودخل المسجد وصلى الظهر مع الجماعة، وحينما قام الإمام للركعة الثالثة جلس هذا الرجل حتى انتهى الإمام من الركعتين الأخيرتين وسلم معه، فما حكم عمله وهل يعيد الصلاة؟ إذا دخل المسافر مع الإمام فإنه يتم الصلاة تبعاً للإمام، هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه. فمن صلى المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة يجب عليه الإتمام تبعاً لإمامه، فإن قصر بطلت صلاته.
وعليه أن يعيدها. نعم. سائل يقول: عمي وخالي وكذلك عم وخال زوجتي وعم والدتي، هل يجوز لبناتي الكشف والسلام عليهم؟ نعم. عمي وخالي وكذلك عم وخال زوجتي وعم والدتي، هل يجوز لبناتي الكشف عليهم والسلام عليهم؟ أما عمك فإنه أجنبي من زوجتك، وخالك أجنبي من زوجتك، لا تكشف لهم. أما خالها هي وعمها هي فإنهم من محارمها ومن محارم بناتها، فخالها خال بنتها وعمها عم بنتها، فهم من محارمها. هو يبسط طال عمرك عمه وخاله، عمه خالها جانب من الزوجة، خاله بالنسبة لبناته أجانب من الزوجة، أما بناته فهم أعمامها. عمك عم بنتك، خالك خال بنتك. نعم. عقيقة المولود هل يجوز تكسيرها عند توزيعها؟ لا بأس بذلك، مثل سائر الذبائح، لا دليل على أنها لا تكسر عظامها. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله وبارك في عمرك وفي علمك ونفع بك الأمة، متى يعتبر الرجل مسافراً؟ هل يتعلق ذلك بالحال أم بوجود المسكن؟ فإذا كان لي منزلين في مدينتين ثم قدمت إلى إحداهما ليوم أو يومين ثم غادرت، فهل أنا في حكم المسافر أم لا؟ أي هل يتعلق الحكم بالحال أم يتعلق بوجود المسكن؟ العبرة بالاستقرار، البلد الذي أنت مستقر فيه، انتقلت إليه واستقررت فيه، هو بلدك. وأما البلد الذي انتقلت منه فإنه ليس بلدك، وإن كان لك فيه بيوت، إلا إن كان لك فيه زوجة شيء آخر، إذا كان لك فيه زوجة فأنت مستقر فيه. أما إذا لم يكن فيه زوجة وإنما مررت به مروراً وكان وطنك الأول، فأنت لا تزال مسافراً. النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، أليس كذلك؟ ومع هذا لما جاء إلى مكة في عام الفتح وجاء إليها في حجة الوداع كان يقصر الصلاة، وله فيها بيوت وهي بلده الأول، لكنه هاجر منها واستقر في المدينة. نعم. إذا أتى الإنسان بعمرة وبعد الانتهاء منها أحب أن يأتي بعمرة عن والده المتوفى، فما الحكم؟ وهل يرجع إلى ميقاته للإحرام للمرة الثانية أم يحرم من مكة؟ يجوز للإنسان أن يخرج من مكة ويأتي بعمرة له أو لأحد من والديها ومن يريد، يجوز هذا، ولكن الأفضل أنه إذا كان في مكة يبقى في مكة، يصلي في المسجد الحرام ويطوف بالبيت ويعتكف، يجلس في الحرم، هذا أفضل، أفضل له من العمرة. وإذا أراد أن يعتمر وهو في مكة يخرج إلى الحل، لا يذهب إلى الميقات، وإنما يذهب إلى الحل، يعني خارج الإعلام، خارج الحرم، أيحرم بالعمرة، إما من التنعيم وإما من الجعرانة وإما من عرفة، المهم أن يخرج خارج حدود الحرم، أيحرم بالعمرة. نعم. كثير من الناس يصوم في شهر رجب ويعتقد أن له فضيلة على غيره من الشهور، فهل ورد شيء من ذلك؟ أفتونا مأجورين. أبداً لم يرد شيء في اختصاص رجب، كل ما ورد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك الحفاظ كابن رجب وغيره، كابن رجب وأيضاً ابن حجر ألف رسالة بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، ورد كل ما يروى عن شهر رجب باختصاصه، فلم يثبت فيه خاصية دون غيره من الشهور، إنما هو من الأشهر الحرم فقط، ولكن لم يثبت أنه يخصص بعبادة، هذا الذي يخصه يكون مبتدعاً، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الاجتماع في موقع خاص في حالة وفاة شخص لمدة 3 أيام مع عمل ولائم بحجة أن هذه الولائم لا تخص العزاء وإنما للأشخاص المتواجدين في موقع العزاء؟ مات الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ولم يجتمع الصحابة في بيت، ولم يعملوا ولائم. مات أبو بكر، مات عمر، عثمان، علي، مات أفاضل الصحابة، مات من جاء بعدهم، مات العلماء، ولم يذكر أن المسلمين يجتمعون في بيت لا يوم واحد ولا 3 أيام، لأن هذا من الآثار والأغلال التي كلفوا بها الناس، ولا يعمل ولائم ولا شيء. التعزية مشروعة لكن بغير هذه الطريقة، تعزيه بالدعاء: غفر الله، جبر الله مصيبتك، أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. هذا تقوله له مشافهة أو بالتلفون أو بالجوال أو ترسل له كتاب، ولا حاجة إلى اجتماع ولا حاجة إلى عمل ولائم. نعم. ما حكم الوليمة المقامة بمناسبة سكن المنزل الجديد؟ لا بأس بذلك، هذا من العادات الطيبة ومن شكر نعمة الله والفرح والسرور، فإذا كان القصد منها إكرام الأقارب والجيران وإظهار الفرح والسرور بالبيت الجديد لا مانع. أما إذا كان القصد منها دفع شر الجن، يذبحون لدفع شر الجن يقولون، هذا شرك بالله عز وجل ولا يجوز هذا. نعم. ما حكم الدعاء لولي الأمر في خطبة الجمعة؟ شيء واجب وطيب، لأن ولي الأمر إذا صلح صلحت الرعية، فالدعاء له دعاء للرعية، لأنه إذا صلح أصلح الله به الرعية. والسلف كانوا يدعون لولاة الأمور، وكانوا يتهمون الذي لا يدعو لولي الأمر بأنه من الخوارج. كان السلف يتهمون الذي لا يدعو لولي الأمر في الخطبة أنه من الخوارج، لأنهم هم الذين يبغضون ولاة الأمور ويريدون الخروج عليهم. نعم. يرى بعض الجهلة أن البيعة للإمام لا تصح إلا إذا بايع كل إنسان بنفسه، هذا كذب وباطل وبهتان. إذا بايع أهل الحل والعقد من المسلمين يكفي هذا عن البقية. ما كل الناس بايعوا أبا بكر الصديق، وإنما بايعه أهل الحل والعقد فقط، وكذلك عمل المسلمين. إذا بايع أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء والذين لهم شأن، فالباقون تبع لهم. نعم. ما حكم إلقاء الكلمات في المناسبات وخاصة الزواج سواء كانت وعظية أو غيرها؟ أقول إذا بايع أهل الحل والعقد لزم البقية طاعة ولي الأمر، لأنهم تبع لأهل الحل والعقد، ولا يشترط أنه يبايع كل واحد. هذا عند الكفار يسمون الانتخابات، وهذا ليس نظام الإسلام، هذا نظام الكفر. نعم. ما حكم إلقاء الكلمات في المناسبات وخاصة الزواج سواء كانت وعظية أو غيرها؟ إذا صار فيها وعظ وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا بأس، هذا من النصيحة وتعليم العلم النافع. إذا كان القصد من ذلك هو تعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ، قد نرى تفرق الأمة إلى أمم وجماعات كثيرة ومتفرقة، فهل من سبيل إلى توحد هذه الأمة؟ أفيدونا أفادكم الله. السبيل ما أرشد الله إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. السبيل هو أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ونرى من الحق معه، من كان معه الحق اتبعناه، ومن كان مخطئاً فإننا ننصحه ونتركه ولا نتبعه. نعم. يقول: أنا بلدي في جدة، وآتي إلى هنا للطائف لزيارة الأقارب، وأريد أن أذهب إلى مكة وهي قريبة من جدة،
هل أترخص برخص السفر أم المسافة بين مكة إلى جدة ليست بسفر؟ أنت من أهل جدة وجئت للطائف وتريد أن تمر مكة، أنت مسافر، ما زلت مسافرا، لأن ما بين جدة والطائف مسافة قصر وأكثر من مسافة قصر، فأنت مسافر. لكن إذا حضرت الصلاة مع المسلمين في المساجد فأتمم الصلاة معهم ولا تتأخر تقول أنا مسافر وبقصر، صل معهم وأتم الصلاة. نعم. يقول: عم لي كبير في سنه وحصل خلاف بينه وبين والدي وأنا أزوره، وألقى بعض الأحيان من أولاده وأحفاده أذى، هل أقطع الزيارة؟ أرجو من معاليكم التوضيح. لا تقطع الزيارة واصبر على الأذى، هذه صلة رحم وعيادة مريض وكبير فيها أجر ثواب، واصبر على ما تلقى من اللوم من الآخرين ومن السفهاء. نعم. يقول: يا شيخ، ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم؟ نعم، ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم؟ أحسن، إذا تمكن المأموم من قراءة الفاتحة يقرأها، وإذا لم يتمكن تكفي قراءة الإمام والحمد لله. نعم. ما حكم وجود الإنترنت في المنزل لحاجة أو لغير حاجة؟ ما كان وسيلة إلى الشر لا يجوز وجوده في المنزل، وما كان وسيلة للخير هذا طيب. نعم. يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للذين يشتغلون في مجال الدعوة، خاصة في دعوة غير المسلمين. هؤلاء ما يحتاجون إلى من يرشدهم، لأنهم يدعون إلى الله، ولا يدعو إلى الله إلا من هو عالم، ما يدعو إلى الله من هو جاهل ومن هو لا، دعوة لا يتولاها إلا العلماء، فإذا كان من العلماء هذا ليس بحاجة إلى توجيه، هو يوجه الناس. نعم. يقول: ما توجيه فضيلتكم لمن يقضي الساعات الطويلة كل يوم أمام قنوات الشعر؟ أمام قنوات الشعر. هذا سفاهة، هذه سفاهة، يضيع وقته بغير ذكر الله عز وجل وغير. وأيضا الشعر، الشعراء يتبعهم الغاوون كما قال الله سبحانه وتعالى، الشعراء يتبعهم الغاوون، لأن أغلب الشعر كذب وأغلبه هجاء وذم، لا يتبع الشعر، إنما يسمع من الشعر ما فيه فائدة، ما فيه حكمة، ما فيه موعظة، أما ما فيه سفاهة وسب للناس وله لعب إنه يكرم نفسه ويرفع نفسه عنه. نعم. يقول: كثيراً ما نرى بعض المصلين هداهم الله يحضر معه أبناءه الصغار ويضعهم بجانبه في منتصف الصف، وهم لا يحسنون الصلاة ويشغلون المصلين باللعب وكثرة الحركات، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيه. إذا كان الصبي بلغ التمييز فإنه يحضره ويعلمه الصلاة ويصلي، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، فيأتي به ويحضره لكن يضبطه من العبث. أما إذا كان الصبي دون التمييز فلا يحضره إلى المسجد إلا إذا كان يخاف عليه، إذا كان يخاف عليه لا بأس أن يحضره لكن يضبطه عن الأذى. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحمل ابنة بنته أمامة بنت زينب صغيرة، وكان يحملها وهو يصلي، وكان الحسن والحسين يأتيان والرسول ساجد فيرتفع على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم ويركب عليه، فإذا ما حصل منهم أذى للمصلين لا مانع. نعم. سائل يقول: أشهد الله على محبتك فيه وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. سؤالي: ما هي الأحاديث الواردة في فضل صيام شهر شعبان؟ نعم، شعبان صام النبي صلى الله عليه وسلم أغلبه وأكثره، فيستحب الإكثار من الصيام في شهر شعبان، لكن لا يصومه كله، إنما يصوم أكثره وأغلبه اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم،
ولأنه مقدمة لرمضان، مقدمة لرمضان، فيصوم أمام رمضان في شعبان من أجل أن يتقدم الخير والصيام. نعم. سؤاله الثاني يقول: كيف يتعامل طلاب العلم مع الفتن؟ طلاب العلم يتعاملون مع الفتن بالبعد عنها والتحذير منها، هم يبتعدون في أنفسهم عن الفتن ويحذرون غيرهم منها، نسأل الله العافية من الفتن، ويبينونها للناس، يبينون شرها وخطرها وخطر أهلها، يبينون ذلك للناس. نعم. ما مقدار الزكاة في تسع من الإبل وإذا كان صاحبها لا يوجد لديه شيء من الشياه، فهل يشتري من السوق ثم يزكي بها؟ نعم، لا بأس. تسع من الإبل تجب فيها شاة، فإن كان يجدها أخرجها، وإن كان لا يجدها اشتراها، أو أخرج قيمتها. يا أخي، ما هو بلازم تشري شاة، أخرج قيمتها، شف كم قيمتها وأعطها الفقراء والمساكين. نعم. المرأة إذا كان عندها الدورة الشهرية هل تقرأ القرآن أو تفسير القرآن؟ تفسير القرآن لا بأس تقرأه، أما القرآن فلا تقرأه ما دامت حائضا. نعم. ما حكم حجز المكان بالمساجد؟ إذا كان يأتي إليه قريبا راح يتوضأ ولا الحاجة يسيره يرجع فلا بأس، أما إذا كان يحجزه مدة طويلة ويذهب لأعماله أو ينام أو يشتغل بالأكل والشرب والكلام مع الناس فلا يجوز له هذا. نعم. سائل يقول: أتتني رسالة تقول سوف يتم تنظيم قافلة حرية إلى غزة للنساء فقط والعدد محجوز، واحجز مقعد لزوجتك قبل ضياع الفرصة، ما قولك بفضيلة الشيخ؟ هذا هرى، هذا هرى، والجوالات صاروا يستغلونها الأشرار ودعاة الضلال، فلا تلتفتوا إلى رسائل الجوالات. وغزة لا، لأهلها، مشكلتها عند أهلها. إيش تعمل المرأة إذا ذهبت إلى غزة الآن؟ كيف تعمل؟ نعم. يقول: هل وجود نمل كثير في المنزل دليل على حسد، على حسد لأهل البيت؟ النمل يكون في الأرض، يسكن في الأرض، قد يكون صاحب البيت يبني عليه وهو على بيوته، على الواجب أنه يحذر منه قبل يبني، ويعمل عملا يبعد النمل عنه. فإذا كان النمل يأتي إليه في بيته فإنه يدفعه بأسهل ما يمكن، إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله فإنه يقتله ليسلم من شره لأنه مؤذي. نعم. هل ركعتان بعد الجمعة سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهل تدخل في الرواتب؟ نعم نعم، ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، راتبة الجمعة بعدها أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين، ثبتت الأحاديث بهذا. نعم. سائل يقول: هل يجوز التصدق والاستغفار عن جدي مع العلم أنه توفي في عهد الجاهلية القبلية قبل توحيد المملكة؟ إذا كان جدك مات على الإسلام وعلى التوحيد فإنك تدعو له وتستغفر له، وأما إذا كان مات على الشرك، تعرف أنه مات على الشرك فلا تدعو له، ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لكن إذا لم تعلم وهو في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلم والحمد لله، إذا لم تعلم عنه شيئا من الشرك وهو يعيش في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلم. نعم. يقول: ما موقفنا تجاه الروافض مع العلم بأنهم شككوا في القرآن والسنة والإسلام؟ هذا شيء ليس جديدا عليهم، هم من قديم وهم يعملون العمل هذا، ولم يضروا الإسلام ولله الحمد، ولم يضروا القرآن، ما ضروا، إنما ضروا أنفسهم وضروا من انخدع بهم، فنحن نتبرأ منهم ونبتعد عنهم ونحذر منهم. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يمنع ابنته أو أخته من الزواج طمعاً في راتبها، فما حكم هذا الفعل؟ هذا حرام وعضل، هذا العضل، والعضل كبيرة من كبائر الذنوب. عضل المرأة منعها من الزواج بكفء رضيت به، إذا تقدم لها كفء ترضى به وجب تزويجها منه، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. هذا يعضلها لأجل راتبها، يعني لأجل طمع، حرام عليها، وتسقط ولايته عليها. الحمد لله تسقط ولايته عليها، تنتقل إلى من بعده من الأقارب ويزوجها. نعم. يقول: ما حكم إحضار الشعراء في حفلات الزواج ودفع المبالغ المالية الكثيرة لهم؟ هذا من السفه، هذا من السفه، ومن إشعال القبليات والعصبيات كما تفضلتم في الخطبة، فيجب الحذر من هذا، تجنبه والمنع منه. حفلات الزواج يا إخوان إنما هي لإعلان النكاح فقط، ويعمل وليمة لأجل إعلان النكاح واجتماع الناس حتى يعرفوا أن فلانا تزوج بفلانة، ويأكلون الوليمة ويشكرون الله ويدعون للمتزوج بالتوفيق وينصرفون. أما أن يكون هناك لهو ولعب وفسق هذا لا يجوز. نعم. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أنواع التوسل الجائزة؟ توسل بشخصه صلى الله عليه وسلم لا يجوز، بذاته، بجاهه، بحقه لا يجوز هذا. أما التوسل باتباعه، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، توسل باتباع الرسول هذا طيب. نعم. نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة بمناسبة الإجازة الصيفية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل. الإجازة الصيفية من عمر المسلم، والمسلم لا يضيع عمره باللهو واللعب، هي كغيرها من أيام عمره، يستغلها بطاعة الله وأداء الفرائض واجتناب المحارم وبالراحة النفسية، فهي إنما جعلت لأجل الراحة، بدل عقب الدراسة وعقب التعب، لأجل يرتاح الطلاب فيستريح فيها ولا يضيع أمور دينه فيها ولا يرتكب محرمات، لأنها من عمره. نعم. يقول سائل: نشهد الله على حبكم في الله، فضيلة الشيخ، نحن نعمل في دعوة غير المسلمين، وأثناء دعوتهم يقدمون لنا الشراب والطعام، فما حكم الشرب والأكل من طعام غير أهل الكتاب؟ إذا كان طعاماً من الحبوب والثمار وليس فيه ذبائح ولا لحوم ذبحوها فلا بأس من أكله. الحبوب والثمار والطعام من الأرز ومن غيره يوكل من الكتاب وغيره، أما الذبائح إذا كانت من ذبائح الكتاب توكل، إذا كانت من ذبائح غيرهم لا توكل. نعم. لعله أشكل فضيلة الشيخ الآية: وطعام أهل الكتاب حل لكم. ذبائحهم يعني. مقصود بالطعام هنا الذبائح. الذبائح يا أخي. ليس الأكل العادي. ما هو بالذبائح.